بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الترند. عادت بعثه الاهلي بانتصار جيد من تونس، ادى الفريق تدريبه بالامس، اليوم راحه سلبيه بدءا من الغد، مواصله الاستعداد لمباراه العوده، لقاء الاياب امام اتحاد المانشستيري التونسي. نتيجه جيده في بدايه الموسم تعطينا جرعه تفاؤل ان شاء الله الموسم القادم يكون فيه نتائج ايجابيه وموسم مختلف تماما عن الفترات السابقه. الاحداث كثيره جدا، اكيد تم تدارك كل هذه الاخطاء في الفترات الاخيره، وبدا الفريق الاستعداد بشكل جيد والعوده من تونس بنتيجه ايجابيه تؤهله بنسبه تقترب من 50% الى مرحله الدور المجموعات الدور التالي لمسابقه دوري ابطال افريقيا. المباراه القادمه لا تقل اهميتها عن لقاء الذهاب اللي انتهى في تونس وتحديدا في ملعب مصطفى بن جنات في المانشستير بفوز الاهلي بهدف مقابل لا شيء لنجم خط الدفاع محمد عبد المنعم. غدا باذن الله مواصله التدريبات الاربع والخميس والجمعه الدخول في معسكر مغلق، والمباراه يوم السبت باذن الله الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره على ملعب الاهلي والسلام بصافره تحكيميه للحكم الزامبي جاني سيكازوي. حلقه النهارده من الترند بالتاكيد فيها تفاصيل وكواليس واخبار مهمه جدا، وهنلقي الضوء على بعض النقاط المهمه قبل بدايه الموسم المحلي خلال الاسبوع القادم. خلاص بنقترب من العد التنازلي، باقي اقل من اسبوع على انطلاق الموسم المحلي، والنهارده عندنا تفاصيل متعلقه بكيف يستعد اتحاد الكره ورابطه الانديه للموسم القادم باذن الله. لكن نبدا حلقتنا بسؤال حلقه النهارده، وسؤال حلقه النهارده عايز الكل يشارك في الاجابه على السؤال بعد غلق باب القيد، ما توقعاتكم لصفقات الاهلي الجديده؟ شادي حسين، برونو سافيو، مصطفى سعد، عايز اعرف رايكم في هذه الصفقات وتوقعاتكم كمان ليها خلال الفتره اللي جايه. شاركوا معنا في الاجابه على السؤال من خلال صفحات القناه عبر السوشيال ميديا، صفحه الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وفي الفقره الاخيره هستعرض اكبر قدر من اراء حضراتكم. لكن خلونا نبدا حلقتنا باهم العناوين. في ترند الاهلي، الفريق راحه من التدريبات اليوم، وكمان نفاذ 85% من تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك. وأخيرا رابطة الأندية تعلن قائمة المواد الممنوعة في الدوري. استعراض مباريات اليوم وجولة جديدة من مباريات القوة والإثارة والمتعة، مباريات دوري أبطال أوروبا. نبدأ مع بعض الساعة 7:15 في مباراتين في توقيت واحد. كوبنهاجن يستضيف مانشستر سيتي، مكابي يستضيف يوفنتوس، والساعة 9 ست لقاءات في توقيت واحد وختام مباريات اليوم. دينامو زغرب يستضيف فريد بول سالزبورغ، ميلان يستضيف تشيلسي، بروسيا دورتموند يستضيف شبيليه، باريس سان جيرمان يستضيف بنفيكا، شختار دونيتسيك الاوكراني يستضيف ريال مدريد، وسلتيك الاسكتلندي يستضيف لايبزيج الالماني. المباريات كلها قوية، لكن بالطبع مباراة ميلان وتشيلسي هتكون مباراة ذو أهمية وطابع خاص، وأيضا كمان مباراة شختار دونيتسيك وريال مدريد النادي الملكي اللي بالتأكيد ليه نسبة متابعة ومشاهدة من جماهير الكرة المصرية. دي جولة من مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لفقرة الأخبار والكواليس والمعلومات في فقرة ترند الترند. أهلا بحضراتكم من جديد في فقرة ترند الترند. طيب أول حاجة معايا الحديث عن مباراة العودة، مباراة الإياب ما بين الأهلي واتحاد المانشستيري التونسي في إياب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. نتيجة اللي اتحققت في تونس نتيجة جيدة، ويمكن الحمد لله الأهلي نتائجه في تونس مع معظم الأندية التونسية كلها نتائج إيجابية. فاز قبل كده على الأفريقي وأقصى من دوري أو بطولة كأس الكونفدرالية، فاز قبل كده على الترجي في أكثر من مناسبة وتأهل وفاز بدوري أبطال إفريقيا، نفس الأمر مع الصفاقس النهائي الشهير 2006، وإلى نتيجة الأهلي واتحاد المانشستيري التونسي على ملعب مصطفى بن جنات. يمكن الفريق الوحيد أو النتيجة الوحيدة اللي الأهلي ما قدرش يعملها في تونس كانت على ملعب سوسة مع النجم الساحلي التونسي، لكن ما يقرب من حوالي 5-6 أندية تونسية قدر الأهلي يفوز عليها في تونس في مختلف الملاعب إلا التونسية. ويمكن الجملة الشهيرة اللي قالها قبل كده عصام الشوالي المعلق التونسي الشهير، لولا الأهلي لكان للأندية التونسية شأن آخر. وبالتالي نتائج الأهلي الحمد لله إيجابية في المسابقات الإفريقية. فوز الأهلي اداله دفعه قويه ومنح الجهاز الفني واللاعبين ثقه قويه جدا مع انطلاق الموسم الافريقي والموسم المحلي خلال الفتره الجايه. ولكن مهم جدا نوصل لجمهورنا ان لقاء العوده فرص التاهل ما زالت لا تتخطى ال 50%، لان الفوز بهدف مقابل لا شيء
بيبقى في مساحه انك تقدر حتى لو بتعادل سلبي تتاهل، ولكن الاهلي كلنا عارفين بيلعب دايما على المكسب سواء خارج مصر او داخل مصر، لكن حذاري كل الحذر من لقاء العوده. فريق اتحاد المنستيري التونسي جاي القاهره وما عندوش حاجه يبكي عليها، عايز يعمل اداء، عايز يعمل نتيجه، عايز يعمل مفاجاه. فبالتالي مهم جدا دورنا خلال ال 72 ساعه اللي جاي نتكلم على فكره ان الاهلي لم يحسم تاهله. ضمن بنسبه 50%، ولكن 50% الثانيه كرة القدم علمتنا دايما المفاجآت، وبإذن الله إن شاء الله ما يكونش فيه أي مفاجآت في لقاء يوم السبت الساعة 6 على ملعب الأهلي والسلام. هذه المباراة هيديرها جاني سيكازوي الحكم الزامبي الشهير صاحب الواقعة الشهيرة اللي كانت في مباريات كأس أمم إفريقيا ما بين تونس وزامبيا، وبعد طوال مباريات البطولة واتقال وقتها إن هو كان عنده يعني أمر صحي أو أمر طبي هو اللي أبعده وهو اللي تسبب في ان هو ينهي المباراه قبل موعدها بخمس دقائق، ولكن مرت الايام ومرت الشهور ولقينا جاني سيكازوي ضمن الحكام المختارين لمباراه كاس العالم في قطر 2022 هتنطلق ان شاء الله خلاص يعني بعد اقل من 40 يوم، وبالتالي حكم مباراه الاهلي واتحاد المنستيري سواء اتفقنا او اختلفنا هو حكم موجود في كاس العالم في الدوحه، فان شاء الله نتمنى تكون مباراه جيده لصالح الاهلي وتحكيميا في ظل غياب تقنية الفيديو إن شاء الله يكون تحكيم في المستوى زي ما حصل في لقاء الذهاب وطاقم التحكيم الجزائري اللي كان في المستوى خاصة المساعد الأول واللي ما قدرش يعني ما كانش مستني الفار وحسب على طول الكورة هدف وكان سهل جدا في الأجواء الإفريقية وفي بعض حتى المباريات في الدوري المصري بنشوف الكرات دي بعض الحكام بيقول لك أصل عين المهاجم الثاني خدت كده نظر الحارس فيبقى فيها شبه التداخل، لكن بصراحة المساعد الجزائري الأول كان قراره مميز جدا في احتساب هدف محمد عبد المنعم وعدم احتسابه تسلل في وقت قاتل في الدقيقة 93. إمكانية تغيير التشكيل كل الأمور دي أكيد مش مطروحة بالنسبة للإعلام، لأن أهم ما يميز مارسيل كولر بيبقى فارة سرية شديدة جدا على تدريبات النادي الأهلي، حتى التشكيل يعني تشكيل لقاء الذهاب محدش قدر يتوقع أن البداية هتكون ببرونو سافيو وشادي حسين، قليل جدا اللي تنبأ، لكن محدش كان قادر يجزم ويتأكد إنها تكون في بداية لبرونو سافيو وشادي حسين. نفس الأمر محمود متولي العائد بعد فترة طويلة جدا من الغياب ظهر بشكل طيب جدا، وده بيدينا مؤشر إن مارسيل كولر حط إيده خلاص على كل الأمور الفنية داخل صفوف الفريق، شايف مين الأصلح في الناحية الدفاعية، المنافس هل بيلعب بقوة في الهجوم، هل عنده رأس حربة أو سترايكر قوي بيلعب بضربات الثابتة أو بيلعب قصدي بضربات الرأس، فممكن يكون محتاج أيمن أشرف أو ياسر إبراهيم، لا الراجل اتفرج وشاف، فبالتالي استعان بمحمود متولي بجوار محمد عبد المنعم. انطلاقة قوية بعودة أكرم توفيق، علي معلول حدث ولا حرج وأصبح حاليا دلوقتي هو أحد اللاعبين اللي أصبحوا عقدة للأندية التونسية بيتألق بشكل لافت للنظر، وده شيء يحسب لعلي معلول لاعب محترف بشكل رائع جدا. وخط الوسط ديانج والسولية، الهجوم نزول أفشة، نزول محمد شريف، نزول حسام حسن، عندك سكواد وعندك قائمة مميزة جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي. إمكانية عودة بيرسي تاو ولحاقه بلقاء الإياب، يمكن دكتور أحمد أبو عبلة طبيب فريق النادي الاهلي اكد ان فرص عوده بيرسي تاو في لقاء العوده هتكون صعبه شويه، ولكن اللاعب دخل في التدريبات الجماعيه عقب وصول الفريق من تونس وهيبقى في فرصه ل 72 ساعه اللي جايه، لكن في تمهل شويه على الدفع بيرسي تاو خلال الفتره اللي جايه. بيرسي تاو من افضل المحترفين اللي موجودين في الدوري المصري، ولكن تبعد عنه مساله الاصابات وهتشوفه كواليتي بلعيب مميز جدا، وان شاء الله انا متفائل خير وكل الاهلاويه متفائلين خير بالثنائيه اللي ممكن تحصل ما بين بيرسي تاو مع برونو سافيو مع شغل الاجنحه طاهر حسين الشحات مع كمان وجود أفشة مع ثلاث رؤوس حرب على اعلى مستوى، محمد شريف هداف الدوري الموسم قبل الماضي، شادي حسين ابرز مهاجم ظهر في الموسم الماضي، حسام حسن ان شاء الله قادم بقوه خلال الفتره اللي جايه. بالمناسبه البعض استغرب شويه ان المباريات الحاليه فيها حكام ذو اسماء كبيره وخبره وحكام النخبه في هذه المباريات، لكن مباراه الاهلي ليست هي المباراه الوحيده بالمناسبه اللي فيها حكم كبير جايزاني سيكازوي. يبدو ان ديونير مانديس مدير لجنه حكام الكاف نزل بحكام النخبه في الادوار الاولى، وده ما كانش بيحصل قبل كده لما كان ايدي مايه مسؤول عن لجنه حكام الكاف. يمكن صادق السلم الحكم التونسي الشهير هيدير مباراه الوداد وريفرز يونايتد النيجيري، مملكه سيما الحكم الاثيوبي من حكام النخبه هيدير مباراه الهلال ويانجا افريكانز، رضوان جيد الحكم المغربي وهو حكم تقنيه فيديو في كاس العالم تم اختيار مباراه اهلي طرابلس والمريخ السوداني،
جاني سيكازوي مباراه الاهلي واتحاد المانستيري، ماجد نضاي كان بيدير مباراه في الذهاب في دوري ابطال افريقيا الحكم السنغالي، محمود البنا الحكم المصري عنده مباراه ما بين سان داونز ولاباساج بطل سيشل، مباراه محسومه وسان داونز متاهل بنسبه 1000000%، كسبان اللقاء الاول على ارض فريق سيشل حتى لما اتلعبت في جنوب افريقيا 7-0، فاستحاله يخسر 8-0 على ملعبه، فسان داونز ضمن التاهل بنسبه كبيره. ولكن يبدو ان لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي حتى في ظل ان المباريات دي مباريات تمهيديه، ولكن حكام النخبه كلهم كانوا موجودين او هيبقوا موجودين في لقاءات العوده اللي هتنطلق ان شاء الله يوم الجمعه وتستمر حتى يوم الاحد القادم. يمكن التصنيف بقى هيتغير لما نتاكد من الفرق المتاهله. كلنا عارفين ان الاهلي والوداد الترجي الرجاء دول اربع انديه متصدرين التصنيف الافريقي، ولكن اي فريق من الاربعه لا قدر الله، يعني الاهلي ان شاء الله هيبقى مكمل باذن الله، لكن لا قدر الله اي فريق مثلا من الاربعه خرج من الادوار التمهيديه بيصعد الفريق الخامس على طول يكون متصدر مجموعه. مين الفرق اللي بعد الاربعه؟ بنتكلم مثلا في مازيمبي، سان داونز، الزمالك، حريه كوناكري. اي نادي برضو من الاربعه لو خرج من دور ال 32 الدور التمهيدي الثاني بيصعد الانديه اللي موجوده في التصنيف الثالث اللي هو شباب القبائل، شباب بلوزداد، باقي الفرق اللي موجوده في المباريات او المجموعات. لكن الصداره حاليا للمجموعات الاربعه في حال التاهل هيبقى الاهلي، الوداد، الترجي، الرجاء، والتصنيف الثاني مازيمبي وسان داونز والزمالك وحريه كوناكري. وارد الزمالك يكون مع الاهلي، وارد جدا على فكره، بس كل حادث الحديث لما يجي وقتها ونبدا نتكلم عن دور المجموعات والقرعه امتى، لان كل الامور دي اكيد مؤجله للفتره اللي جايه في ظل ان اصلا دور المجموعات لسه هينطلق في شهر فبراير من العام القادم. طيب جزئيه ثانيه كمان عايز اتكلم فيها على كيف يستعد اتحاد الكوره للفتره اللي جايه، ولكن اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع لان عندنا كلام مهم جدا بخصوص معسكرات الحكام وايه اللي بيتم في معسكرات الحكام استعدادا للموسم الجديد. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب الاتحاد بيستعد ازاي لانطلاق الموسم الجديد؟ كلنا شفنا الرابطه عملت قرعه الدوري وشفنا مباريات الدوري وترتيب المباريات، والاهلي اول مباراه ليه ان شاء الله مع النادي الاسماعيلي، وبننتظر الفتره الجايه نلعب في اسماعيليه، نلعب في اي مكان ما عندناش اي مشكله، لان احنا نفسنا نلعب مباراه العوده في القاهره ايضا، لقاء الدور الثاني نفسنا نلعبه في القاهره، ما نسافرش ونلعب مباراتين في اسكندريه او في اي مكان، لكن في النهايه هنشوف القرارات الخاصه بالمباريات خلال الفتره اللي جايه. لكن قدامكم على الشاشه دي قرعه الدوري العام وايه اللي تم بالنسبه لقرعه الدوري العام، ولكن عايز اتكلم على الاتحاد ازاي بيستعد للموسم الجديد بخصوص لجنه الحكام. في بعض المعلومات كده جات لي من بعض المصادر بالنسبه لمعسكرات الحكام اللي بتتم خلال الفتره الحاليه. انا سالت وحبيت افهم بالنسبه لموضوع معسكرات الحكام في الفتره اللي فاتت ايه اللي كان بيتم. عرفت ان اقصى عدد ممكن يوصل له اي معسكر للحكام كان بيبقى حوالي مثلا 30 حكم، لكن الحكام اللي تم اختيارهم للمعسكر الحالي في احدى الفنادق هنا في القاهره وبيضم حكام القاهره والجيزه وحكام من محافظات اخرى وصل لحوالي اكتر من 50 حكم. طيب دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، حكام القاهره والجيزه مفيش مبيت، يعني ما بيباتوش في الاوتيل في الفندق في المعسكر وبيروحوا بعد الساعه 3. طب سالت قبل كده لما كان بتتعمل معسكرات كان بيتم نفس النظام؟ قالوا لي لا. طب هل المعسكرات بيتم فيها شرح نظري وعملي؟ يعني مثلا في محاضرات بتحصل في الغرف المغلقه او غرفه اللي فيها المحاضرات من خلال الشاشه البروجيكتور مع شرح عملي في الملاعب او في الملعب اللي موجود في الفندق او المعسكر؟ اتقال لي ايضا لا، هو جلسه محاضرات نظريه من خلال كتيب، في محاضر سعودي موجود مع الحكام وبيشرح لهم ايه اللي بيحصل بخصوص بروتوكول الفار والامور المتعلقه بتقنيه الفيديو. طب في شرح عملي في الملعب؟ لا. طب الحكام بتخلص اليوم بتاعها الساعه كام؟ قالوا لي الساعه 3. طب ما لازم يكون في تدريب في الملعب ولازم يكون في شرح عملي في الملعب؟ لا مفيش، ده الحكام كمان بيروحوا بعد الساعه 3 هم حكام القاهره والجيزه. طب ده هل استعداد بالنسبه للحكام في الموسم الجديد؟ يعني كلنا متفائلين خير ونبهنا وطلبنا فكره يكون موجود خبير اجنبي، وايا كان الاختيار المبدا بالنسبه لنا ان يكون في خبير اجنبي عشان المنظومه تتطور ويكون في اداء افضل الفتره اللي جايه، ولكن الاداء العملي اللي بيتم داخل المعسكرات او استعداد اللجنه او تشكيل اللجنه على ارض الواقع مش مديني تفاؤل ان احنا هنشوف استعداد جيد للمنظومه التحكيميه. انا مش مطمن بصراحه، بتكلم بامانه،
والاحداث اللي حصلت في الفتره الاخيره في بعض مباريات قطاعات الناشئين، ما هي لجنه الحكام الرئيسيه هي المسؤوله. واللجنه لما تم تشكيلها استمر عدد من اعضاء اللجنه السابقه مع مارك كلاتنبرج، يعني استمر الكابتن تامر دري، الكابتن احمد ابو العلا، الكابتن محمد فاروق، دول استمروا، والكابتن احمد ابو العلا زي ما هو مدير لجنه. طيب كان في مباراه ما بين الاهلي والاتحاد السكندري مواليد 2005 او 2006 اعتقد، كانت بتتلعب في اسكندريه. كابتن احمد ابو العلا مدير اللجنه نسي يبلغ حكام المباراه، الفريقين راحوا الملعب، الاهلي سافر اسكندريه وتفاجئ ان مفيش حكام. وعشان احمد ابو العلا يتدارك الموقف كلم احمد جمال الحكم السكندري عشان يجي يدير مباراه الاهلي والاتحاد السكندري. والمشكله دي على فكره قلبت الدنيا جوه اتحاد الكوره، لان مدير اللجنه من بدايتها ينسى يبلغ حكم في مباراه مهمه تحت 17 سنه او 16 سنه في قطاع الناشئين، دي صعبه جدا، دوري جمهوريه. تبص كمان على معسكرات الحكام في ازمه، لان العدد كبير، المحاضرات ليست على ما يرام. فوجئت ان كمان مارك كلاتنبرج، والكلام ده من حكام دوليين بقى على فكره، مارك كلاتنبرج ما يعرفش عدد من الحكام الدوليين، بيقابلهم في المعسكرات لسه لغايه دلوقتي بيتعرف عليهم، لسه ما يعرفهمش. يمكن هو بس اكتر اتنين قريبين منه حاليا في الفتره الحاليه، يعني الكابتن ابراهيم نور الدين والكابتن محمود عاشور، يعني ابتدى يعرفهم كويس ويتكلم معاهم كتير حتى في المعسكرات اللي تمت خلال اليومين اللي فاتوا. لكن بقى الحكام الدوليين فوجئت ان هم حتى بيقولوا لي في ناس، يعني في ناس مننا وما يعرفهاش لسه مش عارف اسامينا. فالاتحاد اتحاد الكوره الفتره الجايه اتمنى يركز شويه في ملف التحكيم، واي نواقص عند مارك كلاتنبرج اتمنى يتم استكمالها قبل انطلاق الموسم الاسبوع اللي جاي. احنا عايزين التجربه تنجح، واحنا حاربنا على ان يجي خبير اجنبي يطور المنظومه، ولكن تطوير المنظومه مش الراجل هيقوم بها لوحده، ولو هو مقصر الاتحاد يشوف فيه تقصير ولا لا. ما هي الفكره مش جبنا خبير اجنبي فيوم ما تحصل اخطاء تحكيميه احنا عملنا اللي علينا وجبنا خبير انجليزي، لا، القصه بالنسبه لنا مش كده. في الحق انك تطلب حكام اجانب وده متاح لكل الانديه وقبلها باسبوعين طبقا للائحه، لكن احنا اللي يهمنا ان المنظومه التحكيميه يتم تطويرها بشكل كويس. اللي بيحصل في معسكرات الحكام حاليا شيء ما يديش طابع او انطباع ايجابي ان اللي جاي هيبقى كويس، لان الامور الفنيه لسه مش مظبوطه. الحاجه الثالثه والاخيره في موضوع الحكام، ودي جزئيه مهمه جدا، مارك كلاتنبرج لما قال مش عايز حكام فوق السن كان قرار نهائي بالنسبه له، واتعمل اختبارات اللياقه البدنيه لحكام الدرجه الاولى، والكابتن محمود عاشور ما نزلش وما اختبرش. فوجئنا بعدها بفتره لما اتعمل اختبارات اللياقه البدنيه لحكام الدرجه الثانيه، فوجئنا ان الكابتن محمود عاشور موجود في ملعب جهاز الرياضه وبيعمل اختبارات بمفرده بعد اختبارات حكام الدرجه الثانيه. طب الراجل كان رافض، مين اللي سمح واستاذن وطلب ان محمود عاشور ينزل؟ طب هو قال مش عدي الحكام فوق السن، طب نزل عمل اختبار اللياقه البدنيه ليه؟ ما هو مش هيديله ماتشات، وموجود في المعسكر الحالي ليه؟ ما الراجل قال انا سياستي كده، وقال ده في فيديو على فكره، في فيديو موجود على صفحه اتحاد الكوره، قال الحكام اللي فوق السن هستبعدهم سواء قائمه دوليه او حتى الموسم المحلي. ايه اللي حصل؟ ما اعرفش. ودلوقتي الراجل بقى عارف محمود وبقى عارف ابراهيم وبيقعد مع الناس، وفي حكام تانية لسه مش عارف. اتمنى بس الامور دي يتم تداركها خلال الفتره اللي جايه، لكن اي اخطاء هتحصل محدش يطلع يقول لي ما احنا جبنا خبير اجنبي وعملنا اللي علينا، لا، اعمل الواجب بتاعك كله صح، مش تجيب خبير اجنبي وتسيب التفاصيل اللي ما بين السطور لسه فيها ازمات، واللجنه لازم تعاد تشكيلها من جديد وتيجي ناس جديده ويتعين مدير اللجنه مكان احمد ابو العيله. الموضوع ده انا بتكلم فيه بقى اكتر من 6 شهور ومصر عليه عشان المنظومه التحكيميه تتظبط خلال الفتره اللي جايه. اخر حاجه، سوبر المصري بين الاهلي والزمالك يوم 28 اكتوبر. اللائحه قالت اي انذارات او اي حالات طرد هتحصل في الدوري قبل لقاء كاس السوبر ليست متعلقه بكاس السوبر، كل مسابقه منفصله عن الثانيه. اذا اتلعبت مباراتين، اتلعبت ثلاثه، اي انذارات، اي كارت احمر بخلاف القرارات الانضباطيه مش هتؤثر على كاس السوبر ما بين الاهلي والزمالك، ونفاس 85% من مبيعات التذاكر حتى الان على ملعب هزاع بن زايد في ابو ظبي. دي كانت ابرز المعلومات اللي معايا في فقره ترند الترند. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونشوف ترند الاهلي والمحتوى الموجود على السوشيال ميديا. اهلا بحضراتكم من جديد وترند الاهلي، ونشوف المحتوى اللي موجود في السوشيال ميديا. اول حاجه مع بعض، مجلس ابو ظبي الرياضي من خلال الاكونت الرسمي والحساب الرسمي ليه على تويتر اعلن نفاذ 85% من تذاكر لقاء السوبر المصري، كاس السوبر ما بين الزمالك والاهلي، الذي سيقام في استاد هزاع بن زايد في اماره العين يوم الجمعه 28 اكتوبر 2022. سارعوا بحجز تذاكركم عبر الرابط التالي اللي قدامكم على الشاشه،
وخلاص احنا بنتكلم ان 85% يعني اجزاء بسيطه جدا من مساحه ملعب هزاع بن زايد. يمكن انا واثق 1000000% من قبل ما اشوف صوره الملعب، المساحه المخصصه للاهلي اذا تبقى فيها عدد اعتقد لن يزيد يعني عن 5% او 10% من المساحه المخصصه لجماهير النادي الاهلي. كلنا عارفين ان جماهير الاهلي دائما وابدا بتحجز في وقت قياسي وبتخلص كل المساحة المحددة ليها، وأنا واثق كمان أن التالتة شمال انتهى الحجز فيها منذ فترة طويلة بعد فتح الحجز بساعات قليلة جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. لكن خلاص النهارده بنتكلم في 11 أكتوبر يعني بعد أقل من 17 يوم لقاء السوبر في ملعب هزاع بن زايد، الملعب اللي وش السعد على الأهلوية في العديد من المناسبات في الفترة السابقة. طيب حساب اليوم السابع والصفحة الرسمية لليوم السابع على الفيسبوك كتبوا إن الأهلي بيطلب زيادة عدد جماهيره في لقاء العودة أمام الاتحاد المانشستيري، يرغب الأهلي في الحصول على الموافقات اللازمة لحضور الساعة الكاملة لاستاد الأهلي والسلام حوالي 22000 مشجع من أجل مؤازرة الفريق. مسؤولي النادي الأهلي بيترقبوا الموقف النهائي من تحديد العدد النهائي من خلال اجتماع الأمن اللي هيتم خلال الساعات اللي جاية قبل طرح التذاكر بإذن الله خلال ال 48 ساعة اللي جاية من خلال السيستم تذكرتي. كلكم عارفين حجز التذاكر بيتم ازاي اونلاين في الفترة الأخيرة. المعلومات اللي عندي إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلاص فتح مسألة الساعة المحددة بالنسبة للملاعب. فكرة أصل أنت تبعت لي عايز 50% أو 75% الموضوع ده اتلغى. الاتحاد الإفريقي لو أنت عايز الساعة الكاملة هو ما عندوش مشكلة، بشرط إن يكون أنت عندك الموافقات الأمنية والموافقات الصحية عشان الجمهور يحضر كامل العدد في ملعب الأهلي والسلام. إذن لو عايز تحضر 22000 الاتحاد الإفريقي ما عندوش أدنى مشكلة في الساعة الكاملة لكل الملاعب بدءا من مسابقات الإفريقية خلال هذا العام وخلال الأعوام القادمة. طيب نروح كمان لحساب كورة 11 وحساب كورة 11 على تويتر، كتبوا الساحر البرازيلي يخطف مكان أفشة في الأهلي، صاحب القضية مهدد بملازمة الدكة لكتيبة مارسيل كولر بعد نجاح ثنائية برونو والسولية. الكلام ده سابق لأوانه، والمعلومة اللي عايز أقولها للناس في كورة 11 على فكرة يعني مارسيل كولر ما عندوش لعيب أساسي واحتياطي، ولو تعرفوا أن في الكواليس الراجل بعد ماتش الذهاب مع اتحاد المانشستيري في أوضة اللبس قال لهم المكسب كويس وكل حاجة، بس مش معنى النهاردة أن احنا كسبنا والمجموعة دي معايا هي اللي هتبدأ معايا ماتش العودة. التشكيلة الأساسية مش حكر على حد، وبالتالي فكرة أنك تبني فكرة أن قفش على دكة ومش هيلعب دي وجهة نظر شخصية بعيدة تماما عن المعلومات والكواليس اللي بتتم داخل الغرف المغلقة. الراجل ما عندوش لعيب أساسي ولاعب احتياطي، اللي هيجيد في التدريبات هيكون في التشكيلة الأساسية حتى لو ما لعبش لقاء الذهاب ممكن يبدأ لقاء العودة. حساب يلا كورة وحساب يلا كورة على تويتر نشروا تصريحات لداركونوفيتش المدير الفني للاتحاد المانشستيري واللي قال فيها الأهلي هو الفريق الأكبر في إفريقيا والسولية وديانج يمثلان ثنائية قوية في خط وسط الأهلي، وأعلم أن هذا الثنائي هو الأفضل في أفريقيا. هو داركونوفيتش لعب مع الأهلي في أكتر من مناسبة، مباراة وفاق الصيف العام الماضي، مباراة اتحاد المانشستيري والأهلي، وعارف إمكانيات لعيبة الأهلي، لكن إن شاء الله بإذن الله تكون اللعيبة في الموعد. وأي تصريحات بالتأكيد ما بنحطهاش في بالنا، وعارفين قوة اتحاد المانشستيري ممكن ما كانش موفق في اللقاء الأول، لكن فريق قوي لازم نعمل له ألف حساب في لقاء العودة. حساب بطولات وتصريح مهم جدا لبن حتيره لاعب مهم جدا في فريق اتحاد المانشستيري ويمكن شارك في الجزء الاخير من لقاء الذهاب. هو في تصريحات لبطولات قال ايه؟ هدف الاهلي مؤلم جدا وحلم التاهل للاتحاد المانشستيري لم ينتهي بعد. اكيد لسه الحلم لم ينتهي، لكن طبعا باذن الله الاهلي قادر على يعني كسر هذا الحلم والتاهل من لقاء العوده، لكن هدف الاهلي مؤلم. كلنا عارفين اهداف الاهلي في الانديه التونسيه في اللحظات القاتله مدى تاثيرها على الجماهير الكرة التونسية، يمكن بطولات كتير جدا ضاعت من الفرق التونسية بسبب الأهلي، وده لقيمة ومكانة الأهلي وشعبيته في القارة الإفريقية. لكن هو قال كمان حاجة مهمة جدا، قال ما شاركتش من البداية لأن كان عندي إصابة في الأسابيع القليلة الماضية ولعبت كبديل، لكن في لقاء العودة جاهز أن أنا أبدأ من أول اللقاء. سألوه على عندك أمل أن يكون في فرصة للتأهل؟ قال لماذا لا، بالتأكيد المهمة هتكون صعبة لكن بنحتاج ان احنا نسجل في لقاء العوده، وهي الفكره طول ما النتيجه سلبيه هبقى قلقان، لان الاهلي لما يتقدم بهدف اعتقد
يعني فرص فريق الاتحاد المانشستري بتتضاءل بعد هدف الاهلي الاول، لان متسايتا وهيكون محتاج هدفين او ثلاثه على الاقل عشان يضمن تاهله، ده هيبقى صعب، لكن مهم جدا نحرز هدف في بدايه اللقاء عشان نقتل اي حلم للمنافس في لقاء العوده. الوطن الرياضي بيتكلم على القيمه التسويقيه بالنسبه لمسابقه الدوري هذا الموسم. حساب الوطن سبورت على الفيسبوك قالوا ان الاهلي الاعلى في القيمه التسويقيه هذا الموسم بالدوري. قدامنا طبعا القيمه التسويقيه، الاهلي 28 و 53 مليون، يعني 28 مليون و 530 الف، ده من خلال موقع ترانسفير ماركت. بيراميدز 17 مليون و 400 الف، ونادي الزمالك 22 مليون. اذا الاهلي في المقدمه، يليه الزمالك ثم بيراميدز. طبعا بنتكلم في 28 مليون دولار، يعني مش مليون جنيه اكيد. حساب يلا كوره وتصريحات للعربي بدر، انتقلت للطلائع بحثا عن المشاركه ويتبقى 3 مواسم في عقدي مع الاهلي. هو تم اعارته للطلائع لمده موسم مع عدم وجود نيه للبيع، وباقي في عقد العربي بدر مع الاهلي 3 مواسم اخرى، وفضل الخروج للاعاره عشان يشارك وتكون عنده فرصه للمشاركه. وصفقه انتقاله وطلائع الجيش تمت في اليوم الاخير من القيد، وبالتاكيد نتمنى التوفيق للعربي بدر، فرصه بعد ما يشارك مع طلائع الجيش يرجع ويكون استعد جزء كبير من مستواه، ونشوفه في التشكيله السنه انه احد اللاعيبه الواعده اللي الاهلي بينتظرها في السنوات القادمه. نروح كمان لكوره بلس، والنهارده كانت في مباراه مهمه جدا لفريق كره السله في النادي الاهلي. حساب كوره بلس على الفيسبوك واللي قال الاهلي يتاهل لدور الثمانيه من البطوله العربيه للانديه للسله بعد الفوز على اهلي حلب السوري بنتيجه 87-76، يعني بنتكلم فيما يقرب من 11 باسكت فرق ما بين الاهلي مع اهلي حلب السوري. الاهلي كده بينتظر الفائز في دور الثمانيه ما بين الجهراء الكويتي مع البشائر العماني، وان شاء الله الفريق بيخطو خطوات ثابته للوصول للنهائي والحفاظ على اللقب اللي حققه العام الماضي والبطوله اللي اتلعبت في الاسكندريه. حساب في الجول واخر حاجه معايا، وحساب في الجول على تويتر، ومن كره السله لكره اليد، نشروا جدول مواعيد مباريات سوبر جلوب لكره اليد. الاهلي هيلعب المباراه الافتتاحيه ضد مضر السعودي، وبعد كده هيلعب المباراه الثانيه ضد بنفيكا يوم 20 اكتوبر. وقدامكم جدول المباريات بخصوص الامور الخاصه بسوبر جلوب في السعوديه. دي كانت ابرز الاخبار الموجوده في ترند الاهلي، لكن في نفس الوقت في خبر مهم جدا النادي الاهلي اعلنه منذ لحظات قليله، متعلق بقى بالكابتن سيد عبد الحفيظ. جامعه ديلفورد الامريكيه الخاصه بتمنح عبد الحفيظ الدكتوراه الفخريه. منحت جامعه ديلفورد الامريكيه الخاصه الدكتوراه الفخريه للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، تقديرا لجهوده الكبيره وخدماته في مجال اداره الشؤون الرياضيه. وقام وفد الجامعه بتسليم شهاده الدكتوراه باللغتين العربيه والانجليزيه للكابتن سيد عبد الحفيظ بالاضافه الى درع الجامعه. جاء هذا التقدير نظرا لما قدمه مدير الكره بالاهلي من خبرات في المجال الاداري للعبه كره القدم على مدار سنوات طويله، فضلا عن تاريخه الكبير في الملاعب سواء مع النادي او المنتخبات الوطنيه. الف مليون مبروك كابتن سيد، شهاده الدكتوراه الفخريه من جامعه ديلفورد الامريكيه. ودائما وابدا بنرى ونتابع ونشاهد التقدير والتكريم لنجوم الاهلي ورموز الاهلي واساطير الاهلي من كل المؤسسات القاريه والدوليه خارج مصر، نظرا لما يقدمه الاهلي من دور رياضي ومؤسسي ومجتمعي في الرياضه المصريه خلال السنوات الاخيره. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونشوف باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند. نروح للترند المحلي ونشوف الكره المصريه اخر الاخبار والجديد بالنسبه للفتره اللي جايه. اول حاجه معايا حساب يلا كوره على تويتر، نشر تصريحات لثروت سويلم عضو رابطه الانديه، قال متخوف من كلاتنبرج، انا ضد استخدام حكام اجانب، لكنه لا يمكن الحديث في هذا الامر لانه اصبح امر واقع مع كلاتنبرج، وارد ان يكون هناك حكام اجانب حتى في القسم الثاني. نسبة كبيرة سيشهد هذا الموسم وجود أكبر عدد من الحكام الأجانب في الدوري. طيب أختلف اختلاف كلي مع تصريحات ثروت سويلم بخصوص فكرة الحكم الأجنبي. أنت بتجيب حكم أجنبي نتيجة أن في أخطاء تحكيمية كبيرة جدا من الحكام المصريين في الفترة السابقة. فكرة اللي أنت شايف أن الحكام الأجانب هيبقوا موجودين بكثرة وده شايفه مش في صالح الكرة المصرية أو في صالح التحكيم، ده أمر المفروض الحكام أنفسهم يكونوا حريصين على مصلحتهم ويظهروا بشكل جيد. لكن أن احنا نسبق الأحداث ونحط مارك كلاتنبرج تحت بؤرة الاهتمام أو نحط عليه
يعني سبوت كده ان هو هيجيب حكام اجانب، وان الراجل واخد قرار انه هيجيب حكام اجانب. اعتقد لائحه الرابطه اللي انت حضرتك عملتها مع زملائك في رابطه الانديه مكتوب فيها ان اي نادي عايز يجيب حكم اجنبي هيطلبها قبلها باسبوعين، ان مش الامور مفتوحه وان قبل ما تطلب حكم هيجي لك بكره، لا قبلها باسبوعين. ففكره ان الماتشات كلها هيبقى حكام اجانب، لائحه الرابطه اصلا مش مديه مساحه ان كل الماتشات، لان انا مش كل ماتش اوعد قبلها باسبوعين، ما انا بالتالي مش هلاحق، لان احنا ما بنلعبش ماتش كل اسبوعين ولا كل ثلاثه، احنا بنلعب ماتش كل اسبوع وممكن في ماتشين في الاسبوع، فهلحق ابعت لامتى لكل الماتشات دي. الجزئيه الثانيه ممكن اتفق معاك في نقطه واحده بس، ان مارك كلاتنبرج مفروض يهتم اكتر بالحكام الدوليين وحكام الدرجه الاولى عشان نشوف قاعده كبيره من الحكام المصريين، لكن انك تروح بالحديث عن الحكام الاجانب تحديدا استاذ ثروت سويلم، اعتقد هنا الكلام مش هيبقى في السياق، وخاصه دلوقتي واحنا لسه بنبدا الموسم القادم، وهيبقى في تضارب ما بين الرابطه واتحاد الكوره، اللجنه الحكام مع اتحاد الكوره والرابطه مسؤوله على الانديه، ودي بدايه ممكن تكون في تصريحات متضاربه، فاتمنى ان ما يكونش في تصريحات من الامور دي خلال الفتره اللي جايه. طيب نروح لاخر حاجه معايا في الترند المحلي، وحساب اليوم السابع القى الضوء على القائمه المواد الممنوعه اللي اعلنتها رابطه الانديه بالنسبه لمباريات الدوري. القائمه زي ايه مثلا سريعا كده؟ مؤشرات الليزر، عبوات الطلاء، الالعاب الناريه، السجاير، السجاير الالكترونيه، الابواق اللي بتعمل ضجيج مرتفع، بطاريات وادوات الشحن، لفافات الورق، الاسلحه، المتفجرات، الادوات الحاده، الكحول، المخدرات، المواد العنصريه زي القمصان والاعلام لو عليها اي شعارات، طائرات الدراون، المواد الترويجيه والاعلانيه، اي كرات ما ينفعش طبعا كمشجع تخش ويكون معاك كرات في الملعب، اكيد كل شويه هتحدف كره على الملعب فالماتش مش هيتلعب. طيب نروح للمشاركات، والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، توقعاتكم لصفقات الاهلي في الموسم الجديد. استاذ عبده بيقول جيده وان شاء الله هيعملوا موسم رائع. نروح كمان لاستاذ حنان بتقول ان شاء الله هيكسروا الدنيا وهيبقوا اضافه كبيره للفريق وبالتوفيق يا رب للاهلي. طيب كمان استاذ اشرف بيقول اتوقع تالق كل من شادي حسين وسافيو، بالاضافه لاهميه عوده المصابين، اكيد هيضيفوا كتير مع الفريق وان شاء الله نعمل تيم جامد باذن الله. نروح كمان للاستاذ مصطفى بيقول مساء الخير على قناه الاهلي، اهلا بيك يا فندم، اتوقع اضافه كبيره للفريق ان شاء الله يقدموا للفريق افضل اداء ونتيجه ويكونوا سبب في اسعاد جمهور الاهلي العظيم. اخر حاجه سريعا استاذ اشرف، شادي حسين ان شاء الله هيكسر الدنيا، وسافيو بدا يكسب ثقه الجماهير، يعني الامور ايجابيه وامور معنويه وان شاء الله كل التوفيق للاهلي خلال الفتره اللي جايه. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.